هناك منسق جهوي اللي كان مطرود واللي طرد من الحزب، ما من حقوش يجي ويدير هذا الشيء ويدير دارين وليمة وكيجمعوا المناضلين، ما جامعينش المناضلين للأسف الشديد. إلا شفتوا الصور وشفتوا شنو كيتبارطاجا دابا في الفيسبوك، كاينين معاهم الناس لا علاقة لهم بالسياسة، هما اللي جالسين في ديك الوليمة. واحد القليل من المناضلين اللي ما فاهمينش اللي صحابهم هذوك الناس مع الشرعية، هما راه بعاد على الشرعية. كيف يعقل أن أن منسق جهوي مطرود وباقي جاي وكيهضر بالصفة ديال منسق جهوي؟ هذه ما كايناش ما فيها الشرعية، وكيدعيوا الشرعية، أين هي الشرعية في هذه المسألة؟ أين هي الشرعية في هذا المقر المسدود؟ والمناضلين أنتم كتشوفوا الشباب ديالنا نساء ورجال، الجهة عندها نسائها ورجالها. طيب. اللي كيحميوا هذا الحزب واللي باغيين يمشيوا فيه في السكة الصحيحة ديالو، يرجع للسكة الصحيحة ديالو، حنا كنقيو الحزب في هذه اللحظة. طيب.